رسالة بتوجهها لجماهير الزمالك؟ جمهور الزمالك يمكن أكتر حاجة بجد فعلا هي يعني أنا حزين عليهم وحزين ليهم، لأن طبعا الفترة اللي فاتت طبعا كانت فيها مشاكل كتير من ناحية الاستقرار الإداري والاستقرار الفني في الفريق وتغيرات اللعيبة وتغيرات المدربين اللي طبعا كلنا كنا شايفينها. جمهور الزمالك مختلف شوية يمكن عن بقية الجماهير اللي بتحب الكرة، يعني مش اختلاف يعني ان احنا احسن او اوحش او كده، لكن الاختلاف بحس ان الزملكاوية بيبقوا يعني ممكن يكون الفريق ما بيحققش انجازات ومع ذلك بيشجع ومع ذلك متمسك جدا انه لازم يكون الزمالك هو البطل. فدي من ضمن الحاجات المقاومات اللي في جمهور نادي الزمالك انا يعني عاصرتها وشفتها. اتمنى طبعا ان الوضع يكون كويس ويبقى مستقر اكتر ويفرحوا اكتر، لان في الاول وفي الاخر ايا كان هو الجمهور اللي في الشارع هو اللي بيفرح هو اللي بيزعل. نادي الزمالك نادي كبير بأعضائه وجماهيره، لكن النهاردة انت بتتكلم كجماهير انت بتتكلم فوق 40 مليون مفترض يعني سواء في مصر او في الوطن العربي. ففي ناس ممكن متعرفش نادي الزمالك مكانه فين، لكن تعرف فانلة نادي الزمالك، تعرف روح اللعيبة بتاعت نادي الزمالك. زي امبارح نادي الزمالك لعب هاف تايم الاولاني قالك الفن والهندسة هو ده نادي الزمالك. فطبعا بوجه لهم رسالة ان هم يفضلوا يحبوا ناديهم، يفضلوا مع فريقهم، الاشخاص بتروح وتيجي لكن نادي الزمالك يبقى موجود بيكوا طبعا.